بين ناري الهرب من ميليشيا الحوثي وجحيم الحرب في الحديدة وبين قصور الاهتمام الغاثي ومزايدات المجتمع الدولي بالملف الإنساني تستمر معاناة الآلاف من نازحي الحديدة في عدد من المحافظات سيما في أريافها الشمالية والجنوبية تشير التقديرات غير الرسمية أن نحو 200 ألف إنسان حتى الآن نزحوا من المناطق التي شهدت ولا تزال مواجهات عسكرية في محافظة الحديدة ولمواجهة تدفق النازحين تم إنشاء أربعة مخيمات أكبرها في الخوخة بسعة فاق الثمانمائة أسرة يليه مخيم الشوكان في الرباط بلحج الذي استوعب حتى الآن مائة وأربعين أسرة تقريبا وزارته في السابع من يوليو الجاري مدير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمكتب عدن جاكلين بيرلي ووعدت بتقديم الدعم اللازم بعيدا عن الاهتمام الرسمي ثمة معاناة مركبة يعيشها 60% من النازحين ضاقت بهم الظروف فاتجهوا إلى الأرياف والمدن الثانوية في شمال وجنوب الحديدة وكذلك إلى ريمة ووصاب وذمار والمحويت حيث لا تتواجد المنظمات ولا الاهتمام الحكومي ناهيك عن آخرين تمترست الميليشيا بمنازلهم في مناطق التماس الحربي ومنعتهم حتى من حق النزوح والنجاة بحياتهم وأصبحوا في حكم الرهائن والدروع البشرية إزاء ذلك تبقى المسؤولية قائمة على الجهات الأممية للتخفيف من معاناة النزوح والتهجير فيما يتعين على الحكومة ألا تكتفي بدور المنسق بين المواطنين المنكوبين وبين المنظمات الدولية المعنية خصوصا التابعة لدول التحالف كالتزام توجبه مسؤوليتهم كشركاء في الحرب التي يدفع المدنيون ثمنها الافدح